مسألة على السك على الحقنة دي وما لقاهاش بيجي لي أصلا بيجي لي ضعف جدا جدا، أنا ممكن يغمى عليا في اليوم مرة واثنين وثلاثة. طيب أنا راجل فقير، أنا أصلا يعني شغال بقبض 500-600 جنيه، طب قلت مثلا أروح التأمينات أجيبها ببلاش زي الناس اللي بيجيبوها وبتاع. رحت أروح التأمينات الاقيها يقول لي يديني حاجه بديله مصريه اخدها اتعب. ناس كتيره مصابه بمرض السكر، اطفال وشباب وناس كبيره. مرض السكر دلوقتي ما عادش ساب اي حد، يعني ناس كتيره مصابه بيه، فلازم الدوله تقدم اي حاجه للناس المريضه ديت، عشان يعني الاصابه عادت بلغت عدد كبير جدا. وبعدين يعني بالنسبه للعلاج والحاجات المقدمه ما فيش، والعلاج غالي جدا. يعني بالنسبه لي انا بقالي حوالي 11 سنه عندي مرض سكر، عشان اجيب حقنه الانسولين حقنه او اتنين في الشهر بجيب الحقنه ب31 جنيه، ده غير مقويات غير فيتامينات، فكل ده بيتكلف كتير. مرض سكر دي عند الاطفال الصغيره اللي عنده 5 سنين عنده سكر دلوقتي، ويا ريت في امكانيات ولا علاج في المستشفيات ولا تامين صحي او حتى الواحد قادر يشتري علاجه. بالعكس ده كله على حسابه، وممكن اقعد بالاسبوع ما اجيبش علاج، لانه معيش معايا عيال بيدرسوا في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس، ممكن اقعد اسبوع ما اجيبش علاج، وده ما يعني ما يرضيش ربنا.